عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخالق محمد صلى الله عليه وسلم. تحدي النهارده دي بول، لاعب الشتاء، لاعب الشباب، نص ملعب، صراحة امكانيات رهيبة جدا في اللاعب، تقريبا متكامل، بس طبعا حاجات مش عالية قوي، بس طبعا لاعب صراحة خرافي. احسن حاجة فيه الباص بتاعته قوية جدا صراحة، ولاعب وسط ملعب ممتاز، يعني حتى المهارة بتاعته 5 والمهارة بتاعته 4 والشوط 4 وكمان مراوغ، يعني صراحة يصنع معاك لعب نص ملعب حلو. أنا أتوقع إن اللاعب ده يكون جلتش في اللعبة. هو التحدي ده محتاج 2 تحدي عشان تقدر تعمله. أول تحدي تقريبا هيكلف 30,000 كوين، وأدي أسعار اللاعبين كل لاعب بسعره. حاول تجيب لعيبة بمزايدات عشان ما يزيدش معاك التحدي، وكمان اللاعب الشباب حلو وممكن كمان يفيدك في حاجات كتير في الفريق، لان دوري اسباني والانجليزيه بتاعته ارجنتينيه. التحدي التاني تقريبا هيكلف 90,000 كوين. 90,000 كوين ليه؟ عشان اسعار غاليه دلوقتي. اسف الشباب، 60,000 كوين طبعا لا، عشان شباب يعني امكانياته حلوه فغالي شويه، بس طبعا لاعب حلو. تعال نشوف مميزات وعيوب اللاعب. مميزات اللاعب وسط ملعب ممتاز، تمركز، هجوم، دفاع. هو عيبه بس ايه؟ شوية السرعة. عيوبه طبعا مفيش، بس احنا هنزود السرعة بتاعته بالكيمستري طبعا، الصياد عشان يزود السرعة، والشوط عشان يهاجم معاك كويس. ويا سلام عليكم.